اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اليمن اصل الحكايه. في الغالب لا توجد حركه سياسيه او اجتماعيه مفصوله عن جذورها التاريخيه، واي حركه سياسيه او اجتماعيه او مشروع او تجمع او جماعه ليس وليد الصدفه، بل حصيله تراكم مدفوع بحركه التاريخ التي هي حركه صانع التاريخ ذاته، وهو الشعب والاحرار المعبرين عن المصالح العليا للشعب على وجه التحديد. اليمن الجمهوري، هذا الاسم المهم، لم يكن وليد اللحظة، سواء اللحظة الثورية أو حتى اللحظة السياسية، بل كان ترجمة لفعل اجتماعي وسياسي له امتداداته التاريخية ولها إرثه وجذورها المهمة والهامة التي عملت على وضع اليمن مجدداً في جدول أعمال التاريخ الحضاري بعد التوقف الطويل منذ أن وضعت الإمامة أقدامها في اليمن. إضافة إلى أن اليمن الجمهوري تفاعل مع إرث حركة التحرر العربي والإنساني. هذه الحركة سواء كانت حركة الجمهوريات في منتصف القرن أو الحركات التي بدأت تنادي بفكرة الدولة الوطنية. وفق تقديري لتتبع جذور اليمن الجمهوري، من الجيد إعادة التأمل في كتاب اليمن الجمهوري للمفكر والأديب اليمني عبد الله البردوني. الكتاب يمثل ذاكرة يمنية كتبها عملاق يمني لم يكن يحمل شهادة أكاديمية، لكنه كان جامعة تمشي على قدمين. الكتاب اعتمد على منهج السرد التاريخي التحليلي للتحولات التي مرت بها اليمن، إضافة إلى التأملات الذاتية للبردوني قرأها من وجهة نظر عقلة، أبرزها أن الزمن الذي تمر بأي حضارة أو أي بلد لا يقاس بعدد السنين، وإنما بعدد الإضافات التي حققتها هذه الأمة أو تلك. أما أن تبقى تراوح أخطائها لجهل أو لعدم وعي أو لنفاد صبرها، فإنها تبقى أمة طفلة على صناعة التاريخ بحسب تعبيره، ويصبح يومها هو أمسها، وربما يصبح غدها رغم مرور الزمن هو أمسها أيضا. عمر الجمهورية اليمنية، الحلم الجديد الذي تجدد، انتفضت من أجلها طلائع الفئة الشعبية، وكذلك الإرادة التي بذل من أجلها الكثير من التضحيات. يأتي الفصل الأول في اليمن الجمهوري كتمهيد عن أسباب قيام الثورة اليمنية وأساس البحث عن الجمهورية من البداية، ويسرد الكاتب تاريخ دخول الهادوية إلى اليمن ودور الإمام يحيى في تعميق الانقسام المذهبي، ثم ينتقل إلى الخطوة الثانية بشكل جميل جدا ورائع، وحمل عنوان الفصل الثاني اتفاق المختلفين واختلاف المتفقين، وهذه جمل البردوني المهمة، فتحدث عن اختلاف ثقافة الثلاثينات عن الأربعينات وكيف أثر هذا على عقلية الثائرين في تلك الفترة. الثقافة التي نهلوا منها لم تكن على قدر من الوعي الثوري كما تشير بعض الكتب الحديثة التي لم تكن تدرس في تلك الفترة بشكل دقيق، وهذه إشارة أشبه بتفحص الوعي الثوري فيما يتعلق بجذور الحركات المناهضة للحكم الإمامي، وبالذات تلك الحركات التي كانت تنشأ في سهول اليمن أو في التهائم. كما أشار الكاتب إلى دور الشعر في نقل المعارك التي خاضها الأئمة، وبالذات ضد الزرانيق في المقاطرة، وأيضا الزرانيق في تهامة، وضد المقاطرة في تعز، بشكل طبعا تاريخي، بشكل وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتلك الانتفاضات التي كانت تقوم هنا أو هناك. وهي إشارة بشكل واضح إلى أن الشعر الشعبي كان يلعب دور مهم جدا في حفظ ذاكرة الجماهير وفي التعبير عن تلك المرحلة التاريخية المهمة، والتي أيضا لم تكن في الصحف في تلك المرحلة توثق تلك اللحظات، تلك الانتفاضات. لم يكن أيضا حاضر الإعلام المرئي كما هو حاضر الآن، ولم يكن هنالك أيضا حضور للتكنولوجيا وبالذات وسائل التواصل الاجتماعي كما هو الآن، والذي تستطيع أن تنقل في لحظة معينة ما يدور حتى في أقرب قرية وفي أصغر قرية يمنية. ثم بعد ذلك جاءت هذه التحولات بشكل أو بآخر لتضيف الجذور الاجتماعية والسياسية لهذه الحركة الثورية، لهذا البعد الثوري العميق، لتضع خطوط معينة من بينها مثلا الخطوط الفكرية، وكيف بدأت تتشكل هذه الفكرة، سواء فكرة الدستور في ثورة 48 والتي أشار إليها البردوني بشكل بالغ الذكاء والأهمية
إلى أن السبب الرئيسي فيها هو غياب الرؤية كما صورها، يعني الإخفاقات التي صاحبت ثورة 48 بشكل واضح وبشكل صريح، كان البردون يرجحها أنها السبب فيها هي غياب الرؤية الإجابة على سؤال ماذا بعد الثورة، ماذا بعد أن رفع الثوار لافتة الدستور، وماذا بعد أن وضعوا الخطوة الأولى. فبدأ يتحدث عن هذه المفاهيم الجديدة. هذه المفاهيم الجديدة بشكل واضح وبشكل صريح كانت تعبر عن هذا التحول الفكري الذي اتضح في المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك بدأ يشير إلى الجذور الاجتماعية، الجذور السياسية، بدأ يشير إلى الحركات التي نشأت، سواء حركة الانتفاضة التي بدأت تحصل في ذمار ثم بعد ذلك أخمدها الأئمة، أشار أيضا إلى الزرانيق ودورها، الانتفاضة التهامية بشكل جميل جدا، وضح فيه إلى أنه الزرانيق، المقاطرة، انتفاضة حصلت في ذمار، أيضا الحركات التي كانت تتخلق من شمال الشمال وبالذات في قبائل الحاشد وكانت مناوئة للحكم الإمامي في تلك المرحلة. لكن البردوني كان بشكل ذكي جدا يشير بشكل واضح إلى تلك المعارك التي خاضها الأئمة، وكيف أنها مثلا شكلت بداية الوعى، وكانت تتسم أيضا الشعر الشعبي بتمجيد القوي على الضعيف، وأيضا أشار إلى الحركات المناهضة للحكم الإمامي في المناطق القبلية التي كانت ترى إلى أن تغيير الإمام أحمد والإمام يحيى كان يسارع في إخماد تلك الحركات التي كانت تتشكل لمناهضة حكم الإمامة. تحدث أيضا هذا الفصل بشكل منصف عن بقية الانتفاضات التي كانت تشكل الاختمار الأول للثورة بحسب رواية البردوني، وبالذات تلك التي كانت تحمل بشكل واضح وصريح المناهضة للحكم الإمامي، وهي إشارة جميلة جدا إلى الجذور الثقافية لليمن الجمهوري. أشار أيضا إلى دور الثقافة بشكل واضح في دعم الوعي الثوري، وهي إشارة جيدة جدا، قدرتها على رسم التاريخ وبالذات تلك التي كانت تكتب بإنصاف. أيضا الدور الكبير جدا للسجل الشفهي في الشعر الشفهي وهو الشعبي في نقل المعارك التي خاضها الأئمة ضد أبناء اليمن وفي تلك المناطق على وجه التحديد، كانت أيضا تفسر طبيعة النظام الثقافي. هذا النظام الثقافي الذي كان يكرس الإمام في نفوس الجماهير، كان الشعر الشعبي في تلك المرحلة يشير إلى طبيعة هذا النظام الثقافي وعملية التطويع النفسي والذهنية الشعرية التي كانت تسبح بحمد الطاغية. جاء أيضا في الكتاب الحديث عن مسيرة الأحزاب في اليمن وكيف تشكلت، عن التنظيمات السرية التي كانت النواة الأولى للعمل السياسي، الإمكانيات المتواضعة للعمل سواء في الشطر الجنوبي الراغب في الانعتاق من الاحتلال البريطاني، أو في الشطر الشمالي الراغب في الانعتاق من الحكم الإمامي. الكتاب بشكل جميل جدا أفرد مساحة مهمة لتنظيم الاتحاد اليمني الذي بدأ كجمعية سميت بجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي وسيلة تتناسب مع تلك الفترة، إذ أنها طالبت بإصلاحات بسيطة تحت دعوة الشريعة، كانت أيضا تبطن انتقاد للإمام على سياسته المنقلقة حينذاك. رصد الكتاب بشكل ذكي جدا، البردوني كان راصد ذكي غير سهل، التغيير في الوسيلة والخطاب لهذه الجمعية، كيف بدأ يتبلور، كيف بدأ ينضج، وهي تعتبر أول تنظيم سياسي في عمر اليمن. استمرت أيضا حركة الجمعية التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد اليمني حوالي 34 عام، وانتهت حوالي عام 74 على يد حركة 13 يونيو. تحدث أيضا بشكل ذكي جدا عن دور الشرائح المهمة في المجتمع اليمني، رصد دورها في تأجيج الثورة، كيف ساهمت في قلب موازين المعادلات، كيف شارك الجنود في السقوط المبكر لحكومة 48، كما شاركوا أيضا في انقلاب 55 وانضموا للثوار والطلاب في 62. أشار أيضا البردوني إلى المرأة والطلاب في اليمن الجمهوري، وهي إشارة تستحق التوقف. أشار أيضا أن فصيل الطلاب قد تحرك بشكل ملفت بعد أن انتشر الوعي قبل أحداث 62، كما لم يغفل عن دور المرأة اليمنية في سياسة الأحداث على مر التاريخ، إذ أن مجموعة من أسماء أعلام اليمنيات أشار إليهن عبر التاريخ اليمني، وهي استحضار المرأة مثل أروى بنت أحمد الصليحي، بلقيس بشكل جميل جدا،
ونستطيع القول أنه وضع بشكل مهم جدا هذه الخطوط وهذه الجذور المهمة جدا التي ترتبط في الحضارة اليمنية. وأشارب ما لا داعي فيه للشك أن اليمن الجمهوري كان له جذورها الاجتماعية، وكان له جذورها السياسية، وكان له جذورها الفكرية، وكان له جذورها الثقافية بالذات اليمنية. مشاهدينا الكرام، للتوسع أكثر أدعوكم إلى التأمل في هذا الشهر المهم جدا مثل شهر سبتمبر، شهر ميلاد الذات اليمنية الحضارية الجديدة، إلى الوقوف أمام أهم مصدر يتعلق بحلقة اليوم، وهو كتاب اليمن الجمهوري للمفكر والأديب اليمني الكبير عطلة الوردوني. نذهب وإياكم لمشاهدة مناظر من الكفاح الجمهوري مصحوبة بأغنية مهمة جدا، وهي أغنية من أرض بلقيس للفنان محمد مرشد ناجي، وهي أيضا القصيدة الخالدة للشاعر الكبير عطل البردوني. أودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة. بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على ملكوت حمير وسبا. ومن ظلالها هذه الأطياف والصور.